مين كان يخاف منك ويعمل لك حساب؟ يعني انت برضو خبره فكانوا النجوم الصغيرين لما يدخلوا كانوا يقلقوا يعني ان هم هيمثلوا قدامك يتلخبط ما يبقاش حافظ؟ والله من دول كلمني واحد قال لي ألف ليلة وليلة بنعملها ففي مشهدين. قلت له يا ابني بعمل حاجات من دي وقفلت الشركة. لقيت المخرج بيكلمني أرجوك ده الدور ده ما عادش الدور مشهدين دول خطار القائم الفيلم كله على المشهدين دول مشهدين صعبين جدا. أيوه. فقلت له بعت لي الورقة بعت لي قلت مسكت العلاقات مالت هو البطولة ياسر. ايوه ياسر جلال ياسر يقول طالع شخصية جودر. انا بقى اللي بيتكلم عنه قبل ما يظهر. فانت هتطلع في المسلسل. ايوه مشهدين. طب دي حاجة جميلة. لسه كنا بنتكلم على جودر. اذا فنان رشوان توفيق هيكون موجود فيه باذن الله. طب هما مشهدين بس مشهدين لسه المخرج كان بكلمه امبارح قال لي شيء اكثر من رائع وياسر جلال كلمني قال لي اسكت بقى يعني هنستمتع بيك في رمضان يا رب. طب يعني